للهجرة والفريق الحكومي الذي معه على هذا التأخير اللي ما ردوا فعلا هو نوعا ما لعملنا، لأنه التأم المجلس المكتب للنظر يعني في ما بتعرفوا القانون مهم ومراحل مواصلتك أيضا يجب أن نعطيها الأهمية الكبرى، ونظرا لكثافة ما شاء الله ودسامة الاقتراحات اقتراحات التنقيح يجب أن يكون لها وقت كافي لكي يعطى كل مقترح حقه في التبويب في الترتيب وبعد ذلك في العرض. ولذلك اجتمع مكتب المجلس بعجالة مع السيدة رئيسة اللجنة لجنة التشريع العام، إن شاء الله فيما بقى لنا من حصة اليوم ننهي النقاش العام، ثم لنا أيضا تكوين لجنة تحقيق سنصوت عليها أيضا بطلب من السادة الزملاء وخاصة الزميل نجيب الحسني، وهو طلب بلغنا يعني منذ مدة وتحدثنا عنه أيضا البارحة. إذن ننطلق لإنهاء النقاش العام ثم التصويت عليه والمرور بعد ذلك إن شاء الله في مرحلة منذ غد لنقاش القانون فصلا فصلا، لنعطي كما قلت للجنة الوقت لترتيب وتبويب لكل التنقيحات، ثم أيضا نصوت على هذه اللجنة. هذا سيكون يعني برنامجنا اليوم باش تكون عندكم وضوح في الرؤية. إذن توقفنا المرة الماضية عند قائمة أنهيناها، والآن نقول لكم القائمة الآن. إذن السيد جلال بوزيد، ثم السيد منير بن هنية، ثم السيد سليم بن عبد السلام، ثم السيد صالح شعيب، ثم نرجع. إذن تفضل سي جلال بوزيد. شكرا سيدة الرئيسة. مشروع القانون المقدم إلينا اليوم للدرس والتعديل والمصادقة يعتبر من أهم المشاريع القانونية التي يناقشها المجلس الوطني التأسيسي، وهذا المشروع يتعلق بأحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يعتبر إنجازها بالمواصفات المرجوة من الكفاءة والجدية والحياد والشفافية من أكبر التحديات في إنجاح الانتقال الديمقراطي في البلاد، ولهذا السبب فإنه من المهم أن يحصل هذا المشروع على أكبر وفاق ممكن، وأن يبتعد على التأثير أو الهيمنة أو المحاصصة الحزبية أو القطاعية التي يمكن أن تفرغه من محتواه، كما لابد أن تنخرط فيه مكونات المجتمع المدني وخاصة منها ذوي الخبرة والاختصاص. الخطر إن لم يتحقق هذا الوفاق في صلب المجلس وخارجه مع ممثلي المجتمع المدني هو فقدان ثقة المواطن وعزوف الناخب عن ممارسة حقه وواجبه الانتخابي، مما يرهق الانتقال الديمقراطي في وطننا في الفترة القادمة. لذلك نحن مطالبون باليقظة والحذر من كل ما يمكن أن يحدث من انزلاقات في هذا الجانب. وفي هذا السياق أود أن أقدم بعض المقترحات لتعديل وإثراء هذا المشروع. أولاً أضم صوتي لزملائي الذين طلبوا بإقرار مبدأ التناصف حتى نضمن تواجد المرأة في هذه الهيئة، كما أضم صوتي إلى الذين طالبوا بحذف شرط السن من شروط الترشح لعضوية الهيئة حتى لا تقصى الكفاءات الشابة، مع إمكانية الاحتفاظ بهذا الشرط بالنسبة لرئاسة الهيئة. اثنين، فيما يخص المهام يجب إدراج حق الهيئة في الاعتراض على القائمات الناخبين والبت فيها طبق الإجراءات المقترحة بالقانون الانتخابي، وتحويل قاعدة البيانات المتعلقة بالناخبين من المركز الوطني الإعلامية إلى الهيئة العليا للانتخابات. ثلاثة، إدراج خطة المراقب الداخلي والدولي للعملية الانتخابية وتحديد دوره ومهامه. أربعة، تجنب التمثيل النسبي في تكوين لجنة فرز الترشحات واعتماد مبدأ تمثيلية الكتل.
5 تحقيقاً استقلالية أعضاء الهيئة والإبعادهم عن كل الضغوطات وتفاجياً لعزوف بعض الكفاءات، فإن المنح المادية والامتيازات التي ستسند إليهم لابد أن تراعي قيمة ما يتقاضونه من رواتب في مهنهم. 6 بصورة استثنائية وتحقيقا لمبدأ استمرارية أعمال الهيئة وتثبيتا للتجربة الأولى، أقترح أن يقع تطعيم الهيئة المحدثة بموجب هذا القانون بعضوين من الهيئة السابقة. 7 تحديد تواتر الغيابات بـ5 غيابات متتالية أو 10 غيابات سنويا قبل اتخاذ قرار بالعزل من عضوية الهيئة. 8 الترفيع إلى 10,000 دينار في العقوبة المسلطة عند إخفاء أحد الموانع العائقة للترشح كما ينص عليها القانون. 9 تحقيقا لمبدأ الشفافية وتثبيته، يجب إلزام اللجنة بعقد لقاءات صحفية دورية وقارة تقدم فيها أعمالها ومدى تقدم إنجازاتها، كما يجب إلزامها بنشر كافة أعمالها على موقعها وكل المعطيات المدققة والمفصلة لنتائج انتخابات أبان توفرها. 10 اعتماد نفس القسم لكل أعضاء الهيئة والجهاز التنفيذي والإداري والمالي. 11 توحيد شروط الأقدمية لكل المترشحين في كل القطاعات والاختصاصات، وتحديد اختصاص والرتبة المشترطة للأساتذة الجامعيين الراغبين في الترشح لعضوية الهيئة العليا للانتخابات. 12 التنصيص صلب النص على طريقة التصويت لاختيار أعضاء الهيئة حسب الاختصاصات. سيدتي الرئيسة، لقد منحنا الشعب التونسي ثقته لتمثيله في هذا المجلس وأمننا على بناء الأسس الديمقراطية للجمهورية الثانية، ورغم الإرباك الذي تعرفه بلادنا فأننا مدعوون اليوم وأكثر من أي وقت مضى لاعتماد الوفاق والابتعاد على المزايدات، وخاصة وأن النص المطروح يساعد على إيجاد أرضية لتقريب وجهات نظر والعمل على توسيع الوفاق، وهذا سيساعدنا على التدرب الفعلي على اعتماد هذا الخيار، لنكون صادقين في إرادتنا في البناء الحقيقي والفعلي لمؤسسات الدولة حتى نكون فعلا مخلصين لمن صوت لنا. والشكر سيد الرئيس. بارك الله فيك وشكرا لاحترام الوقت. السيد سمير بن عمر غير موجود. طيب إذا السيد منير بن هنية، تفضل سي منير عندك 5 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نتقدم بالشكر لكافة أعضاء اللجنة الذين حرصوا على إتمام أعمالهم في خصوص هيئة الانتخابات رغم الكثافة لأعمال اللجنة وغيرها من اللجان داخل المجلس الوطني التأسيسي. نتقدم بالشكر إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في وضع هذا القانون، وخاصة جمعيات المجتمع المدني والخبراء وأعضاء الهيئة التي أشرفت على الانتخابات السابقة، كما كان لي شرف مناقشة الجوانب المتعلقة بهذه الهيئة في 3 مناسبات داخل المجلس، داخل لجنة الهيئات الدستورية، داخل لجنة المالية ولجنة التشريع العام. حسب اعتقادي القانون هذايا يتماشى والمعايير الدولية، وهذايا حتى بشهادة الخبراء في خصوص، وكذلك يتجاوز العديد من النقائص في مقارنة بالقانون السابق. ولكن عندي بعض الملاحظات في الفصل الثاني. ضروري أن ننتبه أن الهيئة ليست المسؤولة وحدها على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة، بل كل طرف مشارك في هذه الانتخابات، كل الأحزاب، كل مكونات المجتمع المدني، كل مواطن، الأعلام، القضاء، الحكومة والهيئة، هم مسؤولون جميعا على أن تكون الانتخابات تعددية نزيهة وشفافة. أرى ضرورة تدعيم شفافية أعمال الهيئة، فضروري الإعلام ونشر جميع المداولات والقرارات والنتائج في أسرع وقت كي يتسنى الاطلاع والطعن في القرارات أو النتائج، هذا إذا كان ما يتعارضش مع سرية بعض القرارات داخل الهيئة. كما نؤكد على ضرورة الفصل بين الجهاز التقريري والجهاز التنفيذي،
تناغما مع مبدأ الفصل بين الصلات. حاجة أخرى بالنسبة للترشح لعضوية الهيئة بالصفة التي جاءت في المشروع، يمكنها أن تقصي العديد من الأشخاص الذين يمكن أن يكون دورهم فعال في أعمال هذه الهيئة، فأرى أنه من الأفضل حرية الترشح لعضوية الهيئة. مسألة أخرى أرى أنه من الضروري تحديدها في هذا القانون هي مسألة المنح المسندة لأعضاء الهيئة. ضروري أنه نحدوهم المنح، نظروهم كما جاء في المشروع، هو مع أن تعطيه كان جميع الهيئة نفس المنح، لكن نقترح أن تكون المنح متاعهم منظرة بكاتب عام وزارة، ولكن بالنسبة للرئيس نزيدوه امتيازات أخرى، وإلا ننظروه بكاتب دولة. هذايا معقول باش اللجنة هذه تخدم في ظروف طيبة في أريحية، وكذلك حتى اللي باش يترشحوا للهيئة هذه يعرفوا معناتها شنوما المنح اللي باش يتقاضوها، فهام باش ما يتصدموش معناتها وقت اللي يجي ويلقاو منح اللي هي ما تستجيبش لطموحاتهم. كذلك نأكد على استقلالية المالية والإدارية بالنسبة هذه الهيئة، وأن تكون موارد الهيئة هذه فقط من ميزانية الدولة، فلا معناتها باش نحافظوا على الاستقلالية متاع الهيئة هذه ما هوش ممكن أنها تعتمد إضافة إلى ميزانية الدولة على الهبات. كذلك نأكد أنه يلزمنا ناخذ بالآراء وإلا بالنتائج اللي وصلت لها لجنة الهيئات الدستورية. احنا اشتغلنا على الموضوع هذا أكثر من 3 شهور، وهي اللجنة الوحيدة اللي خذت وقت كبير داخل أعمال الهيئات الدستورية، فضروري أن يكون فما تناغم ما بين الهيئة هذه واللي وصلنا له داخل الهيئات الدستورية. في النهاية أرجو أن نصل إلى صياغة توافقية في خصوص هذا المشروع، وضروري أن يعمل كل نائب ونائبة على وضع قانون يرقى إلى مستوى رفيع وتبقى المعايير الدولية أو حتى أكثر من المعايير الدولية. هذه خطوة الأولى إن شاء الله باش نأسسوا المؤسسات الداعمة للديمقراطية. إن شاء الله في القريب العاجل نشوفوا داخل المجلس هذايا القانون الموالي، هو الهيئة اللي باش تهتم بالإعلام وخاصة بالإعلام السمعي والبصري. وشكرا. شكرا، بارك الله فيك. الآن الكلمة لسيد سليم عبد السلام. سي سليم مش موجود الظاهر. إذن السيد الفاضل الوجه. شكرا. تفضل جاك المسطح. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة الرئيسة، قبل كل شيء أثمن عمل لجنة التشريع العام لما بذلته من جهود، والتي أثمرت توافقا واضحا بين كل الأعضاء، إلا أني أود التدخل في نقطتين: النقطة الأولى التمثيلية النسبية، والنقطة الثانية شروط عضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. فيما يخص التمثيلية النسبية، لوحظ أنه ليس هناك حياد، ولا يمكن الحديث عن أن هذه الأية العليا فعلا مستقلة، على اعتبار أنه سيقع اعتماد النسبية التي لا تزال نعاني منها إلى غاية اليوم في أشغال اللجان والجلسات العامة، والتي كالعادة تكون في صالح الأغلبية الحاكمة، والتي ستفرز حتماً نفس النتائج في مستوى اختيار أعضاء اللجنة الخاصة التي ستتولى عملية فرز الترشحات، وكذلك النتائج الحتمية لانتخاب أعضاء الهيئة العليا للانتخابات. وبالتالي فإنه في تقديري لم نتجنب المحاصصة الحزبية. أما في المسألة الثانية التي تتعلق بعضوية رئيس المجلس التشريعي ودوره باللجنة الخاصة التي يترأسها،
حيث حرم من المشاركة في التصويت عند أخذ القرار، فإني أقترح بأن يكون صوته فاعلاً كبقية الأصوات. أما فيما يخص الموضوع الثاني المتعلق بشروط عضوية مجلس الهيئة، فقد تمت الإشارة إلى إقصاء التجمعيين، وإني أعتبر أن هذا الإجراء تعسفي ويكتسي صبغة انتقامية باعتبار أنه إقصاء جماعي دون الاعتماد على أحكام باتة تدين هؤلاء، وبالتالي فإنه يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ولا يخدم بالمرة أهداف الثورة والمسار الديمقراطي. ولذا أقترح حذف الفقرة، بحيث أن الفقرة التي سبقتها تنص على منع ترشح كل من انخرط ونشط صلب حزب من الأحزاب، وهذا في تقدير كافي لمنع التجمعين والأحزاب الكرتونية من الترشح لهذه العضوية. وإذا تعذر على مجلسكم الموقر الاستجابة لمقترحي، فإني أرى ضرورة توسيع المدة لتشمل كل من تولى رئاسة شعبة أو مسؤولية حزبية انطلاقاً من الاستقلال، وأتمنى أن لا يزعج هذا المقترح زملاء الأعزاء في هذا المجلس الموقر. أما بخصوص إقصاء مسؤول الحكومة والولاة والمعتمدين وغيرهم، فإني أعتبر أن هذا الإجراء في غير محله لاعتبار عدم توفر النية الإرادية في التعيينات المسلطة عليهم من قبل الرئيس السابق، وكذلك عدم قدرتهم على رفض هذه المناصب في ذلك الوقت كما تعلمون، إضافة إلى عدم صدور أحكام تدينه. وفي الأخير، ولعلي أذكر الحضور بالسهو المقصود أو غير المقصود بالذين تحملوا مناصب دبلوماسية بالخارج، وشكرا. شكرا، بارك الله فيك. سيد صالح شعيب، تفضل سيد صالح. شكرا سيد الرئيس، السلام على الجميع. أنا عندي بعض الملاحظات الهامة تتعلق بهذا المقترح. فما على مستوى الشكل، أنا أتساءل علاش سمينا الهيئة هذه الهيئة العليا. عندما نقول الهيئة العليا، أي فما هيئة دنيا وهيئات متوسطة، وهي في الواقع فما هيئة فقط. ولهذا أنا أقترح بأن الهيئة هذه تلقب الهيئة الوطنية للانتخابات والاستفتاءات، تكون هيئة وطنية، لا هي عليا، لا هي هيئة عليا، ولا هي هيئة متوسطة، ولا هي سفلى أو دنيا. اثنين، في الاقتراح هذايا شفنا كان الهيئة وطنية، لكن المقترح لم يتحدث عن الهيئات الجهوية والهيئات المحلية، ولا بد من هنا باش أحداث هيئات جهوية وهيئات محلية. هذا فيما يخص المضمون. فيما يخص المضمون، هي فما تركيبة الهيئة. الأخوة اللي عدوا هذا القانون عندهم في فكرهم هي دائما فكرة الإقصاء. احنا قاسينا منذ مدة طويلة، والإخوان كثيرون اللي هم قساوا من الإقصاء، لكن احنا دفعنا وقلنا ما لابد باش نحثوا قضية الإقصاء. وبالتالي إذا احنا نحبوا تونس ومنحبوش فما انتقام من بعضنا، ماذا بين هذا التجمعي نظيف وهذا التجمعي مسخ، نطويو الصفحة هذه ونبدأ صفحة جديدة من أجل تونس ومن أجل مستقبل تونس. أما مش نقعدوا نصفيه وشكون هذايا وهذا نظيف وهذا مسخ، احنا مناش هوني نفرقوا بين السلط. فما القضاء، والقضاء هو اللي يحكم عن التجمعي نظيف وشكون هو التجمعي الفاسد، وشكون اللي هو عنده الحق باش يتعاطى النشاط السياسي، وشكون اللي هو ما عندهش حق باش يتعاطى السياسي. أما مش نواصلوا في الطريق هذايا، هذا طريق مسدود وما يقدمش بينا. أنا أقترح بأن كل شخص هو عنده مسؤولية حزبية يوم تقديم الترشحات متاعه أو حكومية، نهارتها هو ما عندهش الحق باش يتقدم إلى هذه اللجنة. وهنا أنا أشير، إذا مش نقصيوا الناس اللي هم يتحملوا مسؤوليات سياسية، حضرة الرئيسة
أنا أقول لك برشة جمعيات تكونت بعد 14 جانفي، و14 جانفي جمعيات كونها أحزاب سياسية وتشاركت حتى في الانتخابات التشريعية، لكن الناس هذوما أهل نقصي ورجال السياسة، وغدوا نلقاو في الهيئة هذه ناس عندهم ينتمي إلى أحزاب لكن هما في صلب جمعيات بدعوى أن هي جمعيات مدنية، وهذا يمثل خطر على استقلالية هذه الهيئة. أوجز من فضلك، خطر الوقت وفاء. الله يبارك. ثم ماذا بينا النص في القانون هذا على أهم التجاوزات الانتخابية، لأن فما وقعت في 23 أكتوبر برشة تجاوزات انتخابية، ونتكلموا عن الشفافية ونتكلموا هذه مش حقيقة. في 23 أكتوبر وقعت برشة تجاوزات، وأنا ألح بأن زاد النص على تجريم التجاوزات، لأن هي تزييف الانتخابات أو استعمال المال السياسي بطريقة عشوائية هي جريمة في حق الشعب التونسي وجريمة في حق هذا الوطن ككل. وشكرا. بارك الله فيك. السيد أحمد الخسخوسي، تفضل سي أحمد، عندك 3 دقائق. قديش قلت؟ شكرا. المبدأ العام في مثل هذه الهيئات هو أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية حتى لا تسخرها وتفعل بها ما تشاء، وأن تكون كذلك مستقلة عن الأحزاب السياسية حتى لا توظفها وتصنع بها ما تريد تحقيقاً لأهداف فئوية أو تنفيذاً لأغراض ذاتية. والمطلوب هو أن تكون مثل هذه الهيئات مستجيبة لمعايير الموضوعية والكفاءة والحياد والنزاهة، والذي يقدم في هذا الشأن هو المجتمع المدني، إذ لا سبيل للوصاية بأي وجه من الوجوه ولا مجال للتنصيب بأي شكل من الأشكال. هذان هما المعياران الأساسيان إذا أردنا إرساء هيئات زمانية ذات صدقية ونجاعة وحرمة متعالية عن الاعتبارات الظرفية والفئوية، متسامية عن دواعي التحكم والتسلط والحزبية. فما انسجم مع هذين المقياسين ينبغي له أن يجازى ويدعم، وما عارضهما أو نافرهما أو خرج عنهما نصاً أو روحاً ينبغي له أن يستبعد ويطرح جانباً، ذلك أحفظ للمصلحة الوطنية وأنسب لمستقبل البلاد. والأمر المهم أيضاً هو أن تكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سلطة تقريرية، أن تكون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات سلطة تقريرية فعلية على امتداد المراحل الانتخابية المختلفة، باعتبار ذلك ضمانة من الضمانات الواجبة التي لابد منها. بقيت ملاحظة أخيرة، الذين اشتغلوا في الهيئات الفرعية وساهموا في إعداد الانتخابات وطنياً وجهوياً يجب أن تكون لهم الأولوية في الامتداد نظراً إلى حقهم في الشغل من ناحية، ومن باب الاعتراف لهم بالخدمات التي أسدوها للمجموعة الوطنية. وشكراً. بارك الله فيك. سي عبد العزيز شعبان، عندك 5 دقائق، تفضل سي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. بدأ استسمح زملائي ليترحم على احد الراحلين عنا، صديقي ورفيقي اخي الاسعد شعبان، واعزي العائله الموسعه في هذا المصاب الجلل، واسال الله ان يرزق اهله وذويه جميل الصبر والسلوان. سيد الرئيس، يعني أحد المفكرين العرب يعني المهتمين بالشأن العام والشأن السياسي كان يتجول في البلدان العربية، وكلما وجد أن الانتخابات تزور وتدلس بشكل ناعم أو غير ناعم إلا ووجد حال المجتمع أسوأ وأردى. ولما انتقل إلى الدول التي فيها الديمقراطية وفيها الانتخابات كان يميز بين المجتمعات والشعوب، معناها في هذا الأساس كلما وجد أن الانتخابات محترمة وأن تاريخ الانتخابات معناها أكثر التساق بإرادة الشعوب إلا ووجد هذا المجتمع معناها قد تطور وترقى أكثر واحترمت فيه الحقوق والحريات. والحمد لله أن الشعب التونسي بواسطة ممثليه القابعين تحت هذه القبة قد التمس هذه الطريق، وعرف أن الحرص على تحقيق المجتمع السليم والمجتمع المتعافي هو الانتخابات الديمقراطية النزيهة التي تضمن التداول السلمي على السلطة.
فانتهى هؤلاء الزملاء الكل في تنظيم الوقت للسلطات العمومية على أن على ضرورة إيجاد هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات. يعني وهذا باش نجاوب صديقي الأستاذ هشام حسني أنه هذا القانون معناها القانون الذي سننشئه هو يعد قانون مؤقت، وأساسه القانوني هو تنظيم المؤقت للسلطات العمومية، ولذلك لا غرابة أن نقول الدستور غير موجود أو أنه موجود. معناها والحمد لله أنه أيضا المجتمع التونسي أعتقد في تقديري بمختلف مفكريه ومختلف المنظمات والهيئات التي أشرفت على الانتخابات قد شاركت معنا فعليا في هذا القانون، وقد استمعنا إليهم وانفتحنا عليهم وقدموا لنا المشاريع المتعددة وتفاعلنا معها وتناقشنا، وقد أنتجنا في اعتقادي وفي تصوري معناها مشروع معناه مستجيب لكل المعايير الديمقراطية بشكل دقيق ودقيق جدا. وهي هذه في حقيقة الأمر هي حصيلة المشروع اللي قدمناه وحصيلة الانتاجات الفكرية لكل هؤلاء مجتمعين بما فيها لجنة التشريع العام اللي أثنوا عليها العديد من هنا. أريد أن أسوق بعض الملحوظات. راه المطلع والدارس للمادة الانتخابية دائما وابدا يلاحظ المساله دائما يختلف حولها، فاذا كان نشوفوا في طرق الانتخابات نجد طرق عديده ومتعدده للانتخابات، معناها اذا كان نفتح كتب المتعلقه بدراسه هذه الماده ايضا نجد طرق عديده ومتعدده، لذلك لا ضير ان نختلف معناها، واذا كان ربما بعض الانتقادات اللي توجهت ان شاء الله تصحح من تحت هذه القبه حتى تكون الماده الانتخابيه اللي تكون الهيئه يعني المادة القانونية مستجيبة لمبدأ التشاركية ومستجيبة لمبدأ التوافق، وهذا يعبر عليه الجميع. أنا أريد أن أرد على ربما بعض الانتقادات اللي توجهت من قبيل أنه التنصيص على السر المهني، يعني هذا مس بالشفافية. في حقيقة الأمر معناها الحفاظ على السر المهني لا يمس من الشفافية أبدا، لأنه هذه الهيئة ستمارس أيضا دور قضائي وستتداول، والمداولات دائما يعني لابد من الحفاظ فيها على السر المهني شأنها شأن معناها القضاء بصفة عامة. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية معناها ضرورة الابتعاد عن التجاذبات والقطاعية، يعني هي الانتخابات والإشراف عليها مسألة فنية، ومسألة فنية فيها اختصاصات متعددة. حتى أنا أتذكر في لجنة الهيئات الدستورية عندما معناها زارونا جماعة اللجنة القديمة أكدوا على أنه اقترحوا 9 بحسب الاختصاصات الفنية والتقنية المستجيبة، ولذلك معناها مسألة القطاعية مسألة مهمة جدا، وقد لا ترضي البعض، أو البعض يشوف أنه قادر وأهل لذلك. مثلا أنا نحن نشوف عدول الشهادة أو عدول التنفيذ أو المحامين كلهم درسين مادة قانونية، أنه يكونوا من المحامات ربما كانوا يشرفوا على الانتخابات وكانت تدير انتخابات وحيدة حتى في العهد السابق نزيهة وديمقراطية، معناها مسألة فيها معناها جانب من الصواب. ثم هناك أيضا أستغرب من ربما من يرى أنه يعني هذا القانون فيه تأبيد للأحزاب الحاكمة، ولا أطمئنه وأقول له غير ذلك، وهذا كلام يبقى مجمل وغير مبرر، وتقريبا كل فصل يؤكد على الذهاب نحو التشاركية والديمقراطية. سيد الرئيس، فما مسألة أخرى ربما نحن في مسألة تعيين الرئيس، هناك عديد الطرق اللي ترفعت لهذه الجلسة في تقدمت في الوحدة، ولكن معناها حتى التعيين من طرف الرئاسات العليا في البلاد معناها مسألة متعارف عليها في الديمقراطيات، ونحن نعرفه حتى في الدساتير اللي تقدمت في البداية عندما تعلقوا بهذه المسألة، وهذه معناها قبل ما تكون الترويك وقبل ما تكون الكل، معناها تعرضوا لمسألة التعيين من طرف رئيس الجمهورية وبعد تالي المصادقة من النواب، معناها هي طريقة في حد ذاتها حتى وين تنتقد أو هناك طرق أمثل، لكنها تبقى طريقة ديمقراطية وسليمة. سيد الرئيس، نحب حاجة أخرى، معناها هناك سمعنا من ينادي إلى أنه كل السلطات في البلاد يجب أن تخضع لسلطة الهيئة المستقلة للانتخابات، هذا لا يستقيم قانونا، ومن فكر في هذا ربما هو المطبخ القديم، معناه جاي من المطبخ القديم الذي كان معناه يعني هذه صنعته في تزييف الانتخابات وكذا باعتباره حزب الأغلبية. يعني أنا أطمئنه وأقول له الفصل 22 قد يحسن، ولكنه ألزم كل الإدارات باش تكون معناها تتعاون بشكل سليم وبشكل قانوني مع هيئة الانتخابات.
شكرا شكرا سيدي. عفوا سيد الرئيس حاجه اخرى نحب بالله لحظه ملحوظه صغيره بسيطه. نعم. انه بالنسبه للتناقض اللي يحدث بين الهيئه الدستوريه معناها ما توصل اليه الهيئه الدستوريه اقول له مجرد مسوده واذكرهم انه مساله مختلف فيها حتى في سماع الخبراء يكدوا على ضروره وانا كنت ما اتبنى هذا الراي على ضروره الاختصار في تعريف الهيئة والاختفاء بالمبادئ والتفصيل المدة والأعضاء وكل تبقى للقانون حتى يضمن الدستور معناها سلامته وعندما نجي نقحه معناها مسائل تتنقح في قانون أساسي أحسن وأزود. وشكرا لكم والسلام. شكرا شكرا خاصة للإضافة هذه اللي هي تنجم تعاوننا على إيضاح بعض النقاط اللي نرجعوا لها من بعد. إذن الآن الكلمة للسيد سليم عبد السلام. هل جاسع سي سليم عبد السلام؟ تفضل سي سليم. 3 دقائق سي سليم. شكرا سيد الرئيس. مسؤوليتنا اليوم مسؤولية تاريخية. علاش؟ القانون اللي باش نصدقوا عليه في الأيامات هذه وإن شاء الله نصدقوا عليه هو قانون اللي باش يبني هيئة عليا مستقلة للانتخابات. ذهلي كيف نشوفوا الفصل الأول نتمناو باش ما نلقاوش رواحنا في المأزق اللي لقينا فيه في القانون حول الهيئة المؤقتة للقضاء اللي الاختلافات حول استقلالية هذه الهيئة ومعنى الاستقلالية تسبب في سقوط القانون وفي غياب هيئة عليا للقضاء للفترة المقبلة. نتمناو باش ما نطلعوش رواحنا في هذا المأزق ومسؤوليتنا كبيرة معناها لازم نتحصلوا على أغلبية 109 يعني الحضور للنواب للتصويت هذا شيء مهم جدا وشيء ضروري باش ما نلقاوش رواحنا في حالة انقسام الأصوات اللي شيء طبيعي في الديمقراطية لكن كل واحد لازم يتحمل مسؤوليته ويصوت اليوم حسب قناعاته من هكا ولا من هكا. فيما يخص صلاحيات الهيئة هذه نشوفوا اللي نجم يكون فما اختلافات ولتجاوز هذه الاختلافات وكان نضمن وجود الهيئة هذه هو التفاوض قبل كل نقطة اللي تثير نوع من الاختلاف بين طرف أو طرف آخر أو خيار آخر حول عدة نقاط. نجم نذكر بعض النقاط اللي ممكن باش يثيروا نقاش كبير ومنهم مثلا صلاحيات الهيئة. صلاحيات الهيئة فيما يخص مثلا التعهد تلقائيا بالمخالفات هذه معناها اللي تكون معناها صلاحية الهيئة هذه باش تكون بأتم المعنى هيئة عليا ذات صبغة اللي تكون عندها صلاحية بأتم المعنى في مراقبة المسار الانتخابي هو بأن تكون عندها صلاحية التعهد التلقائي وكذلك الشفافية عندها أهمية كبيرة والشفافية لازم نستغلوا قد ما يمكن الموقع الإلكتروني لهذه الهيئة ونشوفوا اللي في النص اللي صدقنا عليه نجموا نحسنوا الجانب هذا. فيما يخص موضوع آخر اللي هو تركيبة الهيئة وتعيين الرئيس طبعا فما اختلافات ومقترحات عديدة في اللجنة اللي شفناها وباش تناقشوا عليها ومن المستحسن كان نتحاوروا قبل باش نلقاو حل توافقي على التركيبة وعلى طريقة تعيين الرئيس كي ما ندخلوش في مأزق كما كنت نحكي عليه قبليك. موضوع آخر اللي هو موضوع التنصف مش سهل تحقيقه مش سهل في الفترة هذه في تركيبة الهيئة كما تصورناها في اللجنة ولكن فما حلول فما شكون بعض الزملاء اقترحوا حلول حول الموضوع هذا أنا اقترحها الآخر مثلا فيما يخص اللجنة الأولى لجنة الفرز اللي ما تقترحش إلا 27 أعضاء أما 36 مترشحين ومنهم زوز رجال وزوز نساء في كل منصب والنواب احنا وقت اللي باش نصوتوا على 8 أعضاء والرئيس نكونوا ملتزمين باش نصوتوا 4 رجال و4 نساء على في كل ورقه وكل ورقه التي لا تحترم الشروط تلك الشروط فيما يخص الاختصاصات وفيما يخص التناصف تحسب ورقه ملغاه والسلام والمجال للنقاش فيما بعد وشكرا. شكرا. سي ضمير المناعي تفضل عندك 3 دقائق سي ضمير. شكرا سيد الرئيس. حبيت اولا نشكر اللجنة اللي قامت باعداد القانون هذايا والنظر فيه ونعرف العمل مش ساهل
كما ورد طلبات التدخل في تنقيحات هذا القانون. حبيت نقدم بعض الملاحظات العامة إثر النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الأساسية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. أول شيء هو في باب استقلالية الهيئة، فلاحظوا أنه الاستقلالية ما هيش، رغم أننا نستعمل كلمة استقلالية في عنوان الهيئة، لكن كي تشوف بقية النص ما تلقاش بواضح العبارة وأنها تقدر أن تكون سلطة إدارية مستقلة عندها الحق في إصدار العقوبات، وما تنجمش تكون عليا ولن تنجز انتخابات ديمقراطية إذا كان ما عندهاش بواضح العبارة الاستقلالية. الموضوع الثاني هو الصلوحيات. أيضا إذا كان في الصلوحيات ما عندناش إمكانية إصدار النصوص والقواعد الترتيبية المنظمة للعملية الانتخابية، فتصبح بذلك الصلوحيات ضعيفة وباش تكثر التدخلات في عمل الهيئة العليا المستقلة. ثالثا نلاحظ أنه لابد من إدماج دور المؤسسات التربوية، لأن في نص القانون الكل ما فماش إشارة إلى إدماج دور المؤسسات التربوية حتى في نشر الثقافة الديمقراطية ومبادئ الديمقراطية للانتخابات. ثانيا لاحظنا أيضا وأنه ينقصنا شوية التعريف بالمهام الأساسية لمختلف مكونات الهيئة، فهذوما حسب رأيي لابد باش حتى ولو باش يطولوا في القانون، لكن يلزمنا نضبطوهم من توا باش حقيقة معناها الهيئة من الأول تبدأ بعمل منظم وبذلك ما توخرش في العمل المتاح. معناها أكثر ما نوضحوا الأدوار بكل ما تكون نجاة أكثر لدى الهيئة. النقطة الأخرى هي لماذا حصر تمثيلية التونسيين بالخارج في ممثل واحد في الهيئة؟ فحسب رأيي لابد أن يفتح باب الترشح لهم ولهن في جميع الخطط داخل الهيئة وليس خصهم فقط بمكان واحد، وكأنهم ما نجم يكونوا متمثلين إلا إذا كان يمثلهم شخص في اللجنة، فيجب نفتح لهم ونشجعهم على الترشح للخطط الأخرى داخل الهيئة. وختاما وحتى نضمن أكثر نجاعة في تكريس مبدأ المناصفة أيضا بين الجنسين، فلا بد أن نفرضها على مستوى الترشح للخطط، لأن ما فماش إشارة لذلك في مشروع القانون. على الأقل ما نفرضوش وأنها التركيبة النهائية تكون متناسفة، أما على الأقل نتأكدوا وأنه فما المناسبة في تقديم الترشحات، حتى ولو الترشحات تكون على قائمتين، القائمة الأولى مرتبة فيها الرجال وقائمة ثانية مرتبة فيها النساء، لكن في نهاية الأمر معناها مش لازم نفرض المناسبة، أما على الأقل نتأكد أنها موجودة على مستوى القائمات المقدمة. وفي النهاية موضوع تمويل الحملات والامتناع عن الدعاية السياسية في أيام محددة والمشاكل اللي صارت في الهيئة الأولى، والهيئة ما كانتش عندها سلطة حتى لتفرض العقوبات، ما عندها حتى شيء، القانون من الأول جاء ضعيف وبرشة مشاكل صارت في أثناء الحملة الانتخابية اللي ما نجمناش ان نصلحوها بحكم ان الهيئه ما كانتش عندها امكانيه زجر التجاوزات. فيا حبذا لو في القانون هذايا ناكدوا وان عندها الصلوحيات اللي تفعل ذلك. وشكرا. شكرا. يعني تجاوزت الوقت شوي لكن مش مشكل. سامحني. سي طاهره هميله تفضل، عندك 3 دقائق سي طاهره من رجاء عدم تجاوز الوقت. شكرا. سيد الرئيس، احنا بهالقانون هذايا اضفنا سلطة جديدة للديمقراطية من حيث هي نظام سياسي عالمي. فاليوم بعد السلطات الثلاثة المعروفين التنفيذية والقضائية والتشريعية، عندنا السلطة الرابعة اللي هي الصحافة، والسلطة الخامسة اللي هي الشكل هذايا من التنصيب الهيئات الشرعية، لأن هي في النهاية هاللجنة هذه مش نصب الهيئات الشرعية لإدارة شؤون البلاد، وهي سلطة الشفافية إن شئنا. فهذه السلطة هي دائمة مستقرة مسترسلة، مش تخضع لكأنها التجربة هذه. وعليه مشكلة الإقصاء تتنافى مع روح وطبيعة
هذه اللجنة التي ستكون دائما. ثم أن نفسانيا هذه مشكلة الإقصاء، أن الراه مرض نفساني لابد أن نبرأ منه وأن نعالجه، لأنه ناتج عن خوف وناتج عن كراهية وناتج عن حقد. ولكن الثورة متاعنا يظهر لي خسلت هالأمور هذه، وهو الإسلام بيده الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام. ولذا طبيعة الأشياء أن نتجاوزها وألا نربض ونقعد ونتمسك بها الإقصاء وبها الحقد وبها الأشياء هذه. ثم مشكلة الإقامة يا أخي، في كل بلاد وكل الدول النائب والمسؤول في المشاكل هذه لابد أن يكون مقيم، أي مقيم بالوطن. وإحنا رينا قضية هل الخارج واللي يعيشوا في الخارج كذا، وقت اللي مش تحملوا مسؤولية في الوطن يا أخي، مش تحملوا مسؤولية بأربع سنين أو خمس سنين أو ست سنين، عليهم كان يجيوا يستقروا هنا ويعالجوا القضية هنا ويخدموا خدمتهم هنا، من بعد كيحبوا يرجعوا يرجعوا. أما كونه هو يعيش في الخارج ويتحمل مسؤولية هنا، هذا لا يجي لا أخلاقيا ولا سياسيا ولا قانونيا ولا صح. ثم مشكلة المناصفة، المناصفة هذه ولا أن زاد مركب ولا أن مرض نفسي في قلوبنا وفي عقولنا. أنا ما ريتش حتى بلاد في العالم تعمل في قوانين تاع المناصفة إلا تونس، وما ريتش بلاد في العالم عندها قضية كيف قميص عثمان حول المرأة إلا تونس. يا أخي بارك فيكم، راكم مجتمع كسير المجتمعات تاع الأرض هذه، والمرأة سواء في تونس ولا في أمريكا هي امرأة نصف المجتمع، ولها مال الرجل وعليها ما على الرجل. فهل تشبث هذا بهالأشياء الغريبة الدخيلة علينا إلا ما أنزل الله بها من سلطان، لا في الفكر ولا في الدين ولا في العقيدة ولا في روح المجتمع. يا أخي نتجاوزه، يبارك فيكم يبارك فيكم، اتجاوزوا الأمراض اللي كنا فيها في الجمهورية الأولى، رانا نبنيه في جمهورية ثانية جديدة بروح جديدة بنفس جديد، ونتجاوزوا الحقد. وشكرا، بارك الله فيك. إذن الآن كلمة للسيد ناجي جمل. سي ناجي عندك 6 دقائق. نعم. لا مش نحبش المناصفة ولا أنا مرض بالمناصفة. عفوا، هذا هكك يعني ظهرت لي تميل الكتلة متاعه، أعطاته 6 دقائق. والله علاش ست. تفضل سي ناجي، أنت قاعد في مكانك. لا مراي مش هيك، مش نفحة كل حد نعطيها، كل حد والكتلة متاعه وش عطاته، كتلة تعطاته 6 دقائق. عفوا تفضل سي ناجي، قاعد في مكانك أنت. إذن سي ناجي جمال، ستة وتسعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جل المتداخلين حي أعمال اللجنة، وأنا أرجو أن تترجم هذه التحية في الإسراع بالمصادقة على الفصول وفي التقليص من عدد المقترحات التعديل. الأمر الأخير، أنا أحيي روح المسؤولية التي تحلى بها أعضاء اللجنة في التشريع العام في تناولهم لهذا المشروع، وثم قناعة بأهمية هذه الهيئة ودورها في إضفاء الشرعية على مختلف الهيئات الدستورية اللاحقة، وكذلك في المنهجية التي اتبعتها هذه اللجنة بالتوافق، إذ أننا قد أخذنا أظن في الاعتبار كل المعايير الدولية، وكذلك لم نلتزم مثل ما ذكر في التقرير بمشروع معين، وإنما تعاملنا مع كل المشاريع والمقترحات القوانين التي قدمت، وكذلك ذهبنا إلى أكثر من ذلك في الاستماع إلى كل من ساهم في تقديم مقترح لهذه الهيئة. وفي المضمون حاولنا نظرا لهذه القناعة بهذه الأهمية والمنهجية المتبعة أن يكون التوافق هو سيد القرارات، لذلك قلنا نأي بهذه الهيئة عن التجاذبات السياسية
وقد ترجم في ذلك في شروط الترشح لهذه العضوية، وبالتالي كان 3 سنوات، فذهبنا إلى أبعد من ذلك إلى 5 سنوات لكل من كان له انتماء سياسي، انخراط سياسي، وليس فقط اكتفينا بالانخراط وإنما أضفنا إليها الانتماء والنشاط المكثف في أي حزب سياسي طيلة 5 سنوات الأخيرة، وهذا فيه نأيم بهذه الهيئة عن التجاذبات السياسية. كذلك فيما يتعلق بالتركيبة، نحن كنا مخيرين بين أمرين، بين مقترح تركيبة متكونة من الكتل، من رؤساء الكتل وعضو واحد عن المنتمين، والحالة أن تقريبا 50 عضو من الغير منتمين لا يمكن أن يمثلوا بنائب واحد، وهذا المقترح كان على أساس أن تكون قرار هذه اللجنة الفرز والترشح بالإجماع، قلنا هذا صعب وذهبنا في تقديرنا إلى ما هو أفضل ذلك، أن تكون تركيبة لجنة الفرز والترشح تركيبة نسبية على ضوء باقي اللجان التأسيسية أو التشريعية، ولكن مع شرط أساسي وهو أن تكون الأغلبية معززة 3/4، وقلنا لا ننزل تحت هذه الأغلبية حتى وإن اضطرت اللجنة لأكثر من دورة وبقيت الوقت الكافي حتى تتوافق على 3 أضعاف العدد المطلوب. الأمر الآخر الاستمرارية، صحيح البعض يلوم على أن هذا القانون لم يأخذ بعين الاعتبار، وهذا المشروع قانون ضمان استمرارية بعض أعضاء من الهيئة السابقة، أقول لسنا في حاجة إلى التنصيص على هذا في فصل قانوني، وأظن أن أغلب الأعضاء واعون بهذه الأهمية، لذلك سيترجم إن كانت قناعاتهم في اختيارهم. النقطة الأخيرة، هذه حصيلة عمل اللجنة، وهو كأي مجهود بشري قابل للتصويب خاصة في بعض المفاصل التي ربما سهت اللجنة فيها عن بعض الشيء. أختم مداخلتي بالقول، هل يمكن لهيئة منبثقة عن هذا المشروع أن تضمن انتخابات سياسية نزيهة وشفافة؟ أقول هذه الهيئة مهما وضعنا فيها من الضمانات لا يمكن لوحدها أن تضمن انتخابات شفافة ونزيهة إلى كل الأطراف، وما أخشاه أن هنالك بعض الأطراف يحس سواء كان مباشرة أو غير مباشرة أنها ستشكك حتما في نتائج الانتخابات القادمة، لذلك هي بدأت في التشكيك في الهيئة حتى قبل المصادقة عليها. لذلك أنا أدعو إلى إمكانية الاقتباس من تجارب من سبقنا في هذا المجال في الحد من التشكيك الغير موثق والغير مبرر في نتائج الانتخابات ولو بنص قانوني. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا، بارك الله فيك. إذن الآن نأتي إلى آخر مداخلة، وهي السيد فاضل موسى 3 دقائق، لكن الرجاء قبل ما نعطيه الكلمة نقول لزملاء الرجاء للبرة يدخلوا، لأنه باش كيف نمروا للتصويت نكون عندنا النصاب، فالرجاء أنه نقول للنواب اللي في الخارج يدخلوا من فضلكم. عفوا سيد الكريم، أنا أعطيت للأسماء الموجودة أمامي وأنت تعرف. لا، القائمة اللي عندي ما فيهاش اسمك سيد الكريم، أنت كذلك؟ نحب نذكركم بحاجة، بربي بشوية، نحب نذكركم بحاجة، أنتم غير المنتمين قدمتونا أنفسكم مجموعات هكذا، وكل مجموعة تكلم عليها واحد، مجموعتكم تكلم عليها واحد أظن سير رضواني. عفوا، مطالب فردية توا موعد، ثبتونا أرواحكم، مش تقدموا أرواحكم كمجموعة وبعد مطالب فردية. طيب، هاوش باش نقول لك أنا، لأنه القانون مهم، وإحنا مش دقيقة زايدة ولا دقيقة ناقصة هي اللي باش واحد، لكن صدقوني هذا استثناء مش نستعمله ديما، علاش؟ خطر أهمية هذا النقاش. إذن نحب هنا بربي نقول لزملائي غير المنتمين إلى كتل كيف يقدموا أنفسهم على كمجموعة، وبعد ذلك يقولون هاو شكون باش يتكلم، مش بعد ذلك تطلع لنا كل مرة مطالب فردية. ولكن
تفضل سي حسن. سي الفاضل نرجع لك من بعد لانه نعرف الموضوع. سي حسن رضواني دقيقتين ونص، ثلاثة دقائق ما تفوتش، وبعد ذلك نعطيه الكلمة زادة لسي محمد العلوش. لكن الرجاء، الرجاء من هنا وراح، يعني كيف نتفاهموا على حاجة نمشيوا عليها، لأنه تعلم الديمقراطية هو احترام أيضا تعهداتنا. تفضل سي حسن. بارك الله فيك، لكن المرة الثالثة للسيرة هذه قيدوا ما ينادوناش، ما نعرفش علاش. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نستغرب كيفاش نناقشوا موضوع مشروع الهيئة وما عيطناش الهيئة القديمة لتقييم التجربة الفارطة اللي فيها برشا. لا عيطنا لها سيدي، وسمعناها في وسمعت في اللجنة. لا بالمناسبة هذه في جلسة عامة، في جلسة، خليني نتكلم، في جلسة عامة ثم أخطاء فادحة ارتكبتها الهيئة اللي فاتت، ثم رؤساء قوائم تعرضوا لتهديدات لأسباب واهية، ثم أحزاب كبيرة عملت مخالفات جسيمة ما كلمها حتى حد، ناس تعمل في الإشارة السياسي، ناس تعطي في الفلوس، وناس كل تعرف هذه وتكلم على وسائل الإعلام، رؤساء قوائم مساكين، قوائم مستقلة ما عملوا حتى مخالفة، يعيطوا لهم، ما همش رؤساء الهيئات الفرعية بعض الأعضاء، ويهدوهم بمخالفات وهمية من قبيل واحد من الأنصار متاعكم قطع بيان انتخابي في المعتمدين الفلاني، معناه هو اللي عنده باراشيت باش يطلع الناس كل من قبيل هذا، وتعرضوا لتهديد بالمحاكم، وانا تعرضت له الشيء ذا، ولولا رؤساء الهيئات اللي هما الاغلبيه قضاة نزهاء كانت برشا قوائم باش تحل باطلا. ماذا بينا ما نعيشوش نفس التجربه المره الجايه، ما نحبوش نتعرضوا للتهديد، قله الاحترام من بعض اعضاء الهيئه، ما يحترموش رؤساء القوائم بكل. حاجه اخرى نحبوا ماذا بينا رئيس دائره، السيد رئيس دائره المحاسبات يجي يعطي كشف على الانتخابات اللي فاتت، على خاطر ثم حوايج لازم يعرفها الشعب التونسي من قبيل كون رؤساء قوائم متعففين عن المال العام، ما صرفوش المنحه الهزيله هذيك العموميه ورجعوا الفلوس، وهذه ما يعرفهاش الشعب التونسي. بينما الغريب بعض النواب هذوك النزهاء المتعففين عن المال العام يتهمون بالفساد هنا، الفساد المالي اللي عمارهم ما خموا باش ياكلوا فلوس الناس ولا فلوس الدوله، متهمون هنا باطلا باراجيف بالفساد. وما نحبش نتكلم، مانيش رئيس دائره المحاسبات، نتكلم على الوضعيات الاخرى الناس كنت عارف والاخلادات الموجوده. هذه نقطه. بالنسبه عندي بعض ملاحظات فيما يخص الهيئه بعجاله سيدي الكريم، نستغرب معناها نستغرب اقصاء عدول التنفيذ وعدول الاشهاد اللي كانوا عندهم حرفيه كبيره في الخدمه، وثم قوائم تعداد الاصوات ضبطوه معناها كما يلي، وصحوا بعض ورفضوا باش يصحوا في ديبوردورو فيها غلطه واحده نتاع صوت واحد، رفضوا باش يصحوا وتعاود معناها ثم حرفيه كبيره. ونحبوا زادة قاضي عند السيد ينوب السيد رئيس دائره المحاسبات يكون عضو في اللجنه العليا. شيء اخير، الشباب الفتيات والفتيان اللي خدموا في الهيئات الفرعيه والهيئه الوطنيه ماذا بينا يعاد انتخابهم، على خاطر ثم مسؤوليه اخلاقيه للمجلس الوطني التاسيسي، وقلناها قبل في انتدابهم، ثم مسؤوليه اخلاقيه في انتداب الناس هذوما، نجحوا اول تجربه وتعبوا ياسر، وبسبب الخدمه لمده 3 أشهر مع الهيئات تحرموا من الانتداب في الوظيفه العموميه وفي الشركات، مسؤوليه اخلاقيه على المجلس الوطني التاسيسي كونهم يخدموا. بارك الله فيكم. شكرا سيد الكريم. سي محمد العلوش 3 دقائق. سي محمد تفضل، والرجاء احترام الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. في البداية نشكر اللجنة على هذا العمل، ونرجو منها أن تتفاعل مع مقترحاتنا إيجابيا، لأن لهذا القانون الذي سنحدث بموجبه هيئة عليا مستقلة للانتخابات أهمية كبرى، أهمية كبرى في إرساء المسار الديمقراطي وضمان التداول السلمي على السلطة، والقطع مع الماضي مع الظلم والاستبداد، والقطع مع سلب إرادة الشعب في اختيار ممثليه ومن يحكمه، أي القطع مع تزوير الانتخابات التي أفقدت العملية الانتخابية مصداقيتها في العقود الماضية. نأمل من وراء مشروع القانون هذا ضمان ثقة المواطن وخاصة الشباب في صندوق الاقتراع ونتائجه، كما نأمل القضاء على كل مظاهر الغش والتجاوزات في جميع مراحل العملية الانتخابية، وذلك بضمان الشفافية
والاستقلالية الإدارية والمالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأن نضمن لها الحياد وننأى بها عن كل التجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية في تركيبتها وفي شروط الترشح لها وفي طريقة انتخابها، والابتعاد عن اعتماد مقاييس النسبية التمثيلية في المراحل السابقة. نقطة الضعف في مشروع القانون هذا هو إهماله إلى الجهات، حيث تتم كل عمليات الغش والتزوية. وإني أقترح وجوب التنصيص على الهيئات الفرعية ومنحها صلاحيات محددة وتشريك المجتمع المدني في ذلك وتقنين علاقتها بالهيئة المركزية. والسلام. شكرا، بارك الله فيك. والآن سي فاضل موسى، 3 دقائق سي فاضل. شكرا سيدة الرئيسة. في الواقع هو لفت انتباه حتى لكافة الزملاء، وأن كان البعض منهم تعرض بطريقة مباشرة وغير مباشرة لهذه القضية المهمة، وهو أن احنا نعكف على دراسة مشروع قانون يتعلق بهيئة مستقلة دائمة، ومعنى الدوام يفيد وأن هذه الهيئة ستكون دائمة إلى ما بعد تنصيب المؤسسات المنبثقة عن الدستور الجديد الذي سيقع المصادقة عليه. وعلى هذا الأساس التساؤل الأولي، وهو هل أن لنا هذه الصلاحية بأن نضع قوانين ستتعلق في نهاية الأمر بمسائل مفروض وأنها تعهد إلى المجلس الذي سيقع انتخابه مستقبلا، اعتبارا لو كان ننظر الفصل 9 نلاحظ وأن هذه الهيئة ستكون متواجدة على مدة 10، 15، و20 سنة. فهذا مسألة مهمة، وعلى هذا الأساس أريد أن ألفت الانتباه، وأن نتساءل ما هو دور هذا المجلس في خصوص هذه العملية. هل يجب عليها أن تقتصر على الانتخابات المقبلة فقط، أم هل يمكن أن تتجاوز ذلك إلى ما لا نهاية له، وهذا ما هو موجود في القانون الحالي. ثم أن الموضوع الثاني، لو فرضنا وأنه ربما يكون من الأفضل أن نعد العدة حتى نيسر العمل بالنسبة للمجلس المقبل، وليس في ذلك حرج، اعتبارا إذا ما رأى وأن هنالك بعض المخالفات والتي لا تتفق مع توجهاته، فيمكن له في ذلك الوقت أن يعيد النظر في هذا القانون الذي سيقع سنه. لكن على الأقل نأخذ بعين الاعتبار ما وقع إقراره في مشروع الدستور في خصوص الهيئات الدستورية المستقلة. فلو رأينا الطريقة التي سيقع تكوين بها هذه الهيئة، نلاحظ وأنها مخالفة تماما للطريقة التي أدخلت في الفصل 9 من هذا المشروع. فعلى الأقل يكون هنالك نوع من التصادف والتجانس بين كل هذه المسائل، حتى لا نعطي الانطباع وكأننا في نفس الوقت نقر قانونا للمستقبل ينص على ترتيبات مخالفة للتي نضعها في مشروع الدستور والتي تتعلق بنفس الموضوع. فلهذا أقول وأنه يجب علينا أن ندخل نوع من التوافق بين هذين النصين، حتى لا يقع العيب علينا وأننا غير متبصرين بالنسبة لهذه القوانين التي نحن بصدد سنها، فنقول الشيء ونقيضه بين هذه المشاريع متاع القوانين ومشروع الدستور الذي نحن بصدد إنجازه. هذه الملاحظة سيدة الرئيسة، وأود أن يقع الالتفات إلى هذه المسألة وحسمها بطريقة نهائية، مع الشكر. شكرا، بارك الله فيك على هذه الملاحظة المنهجية اللي هي فعلا تكمل ما قاله كثير من الزملاء، كما سي عبد العزيز، أظن كما سي جمال أيضا البارحة، واليوم الكثير تطرق لها، فشكرا لأنها توضح فعلا هذه المسألة. بهذا نكون قد أنهينا هذا النقاش العام، وأعتقد أنه كان مستفيض وغني في كثير من نقاطه، بين يعني كثير من الجوانب الإيجابية، وربما وضع أيضا نقاط على الحروف فيما يخص ما يمكن عمله لتحسين هذا القانون، وهذا ما ننتظره من هذا المجلس الموقر. فأنا قبل كل شيء أشكر كل زميلاتي وزملائي على هذا الأداء وعلى هذه المساهمة. سيدة رئيسة اللجنة، هل لك يعني تجاوبا أو ردا في هذا النقاش العام، أم نمر للتصويت؟ لك تفضلي. شكرا سيد الرئيس. بكل إيجاز
أنا أشكر جميع الزملاء على مداخلاتهم اللي نعتبرها بالفعل قيمة، وهي بالفعل من شأنها أن تثري هذا المشروع. أنا أشكر كل من ثمن عمل اللجنة وأخذ بعين الاعتبار المجهود اللي قامت به اللجنة ومكتب اللجنة في صياغة هذا القانون، وثمن العمل التشاركي، وهذا كان نقد بالفعل بناء، معناه نقد من أجل التقدم والرقي بهذا المشروع إلى ما هو ربما يقرب أكثر ما يمكن للمعايير الدولية. وكذلك أشكر لا فقط من ثمن مجهود اللجنة، بل كذلك من نقد هذا المشروع، باعتبار أن النقد من شأنه أيضا أن يتقدم وأن يرتقي بمشروعنا. ونحن لا ندعي الكمال في هذا المشروع، بل هو كما سبق وبينت هو مجهود بشري، وفي كل الأحوال كل ما كان حاضر في ذهن اللجنة أنه النسوخ مشروع يكون لهيئة مستقلة ودائمة بطريقة تشاركية فيها أكثر ما يمكن من التوافق. وقد سجلنا بعض الملحوظات اللي نعتبرها فعلا ملحوظات هامة، هو ربما النقص المتواجد في تدعيم جانب الشفافية، وقد وردت علينا العديد من مقترحات التعديل، وانا نعتبرها مقترحات وجيهة في من مثل ذلك مقترح النشر بالرائد الرسمي ونشر مداولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، كذلك مسألة تشبيب على الأقل أعضاء هذه اللجنة وربما الحط من السن، كذلك مسألة التناصف، كذلك مسألة التجديد، وأصل إلى ما انتهى إليه السيد فاضل موسى حاليا، ونقول أنه مسألة التوافق والتناغم بين مشروع هذه الهيئة والنصوص القانونية التي قد ترد في مشروع الدستور بخصوص الهيئات الدستورية. أقول أنه راهو هذا كان محل أيضا نقاش داخل اللجنة، وقد استشرنا في هذا الأمر بعض الخبراء الدوليين، وبالفعل نحن سعينا أكثر ما يمكن أنه يوقع هناك نوع من التقارب. وقد أشير علينا أنه لا مانع طالما أن الدستور حاليا غير موجود، ولا يمكن أن نعتبر بسن قانون ربما قد يتخالف قليلا مع النصوص التي سترد في باب الهيئة الدستورية، قد نتخالف قليلا، لكننا لن نخالف الدستور لأن الدستور فعلا لم يسن بعد. وإذا ما رأينا أن هناك بعض التعديلات التي ربما قد تدخل على هذه الهيئة فيما بعد، فلا ضر من ذلك، لأن الدستور تكون له العلوية في هذا المجال. كذلك نقول بالنسبة للأشخاص الذين أثاروا نقطة التحاصص القطاعي، نقول أنه النقطة هذه أيضا ما تصوروش أنه من السهل كان على اللجنة أنها تختار مسألة القطاعات بالنسبة للأعضاء. نحن تناقشنا جيدا وكثيرا وحاولنا أن نعمق النقاش في هذا الباب، وكان حوار بناء بين جميع أعضاء اللجنة، لكن كان عندنا هاجس أنه لو كان ألا وربما نكون أصبنا وقد نكون أخطأنا في ذلك، وهذا قابل للنقاش داخل الجلسة العامة والإثراء، أنه لو أن جعلنا الترشحات مفتوحة فربما ونحن في حاجة سأحاول أن أسرع. زملائي الأعزاء، ثم برشة وشوشاء، وهذا روي شوش على الاستماع لما يقول. لطفا الرجاء نستمع، لأنه هذا التفاعل مهم جدا. الرجاء تفضل وتكلمي قريبة. سيدة الكريمة تكلمي قريبة للميكرو. أي فضل. بالنسبة للتحاصص القطاعي، قلت أنه اللجنة سعات أنها تناقش وتعمق النقاش بشأنه. قلنا أنه لو أنه كان الترشح مفتوح، إحنا حاجة هاجس كان بالنسبة للجنة أنه لن تكون جهة الترشيح هي نفسها جهة الاختيار، وهذا كان حاضر في ذهن أعضاء اللجنة. وكذلك كان حاضر في ذهن اللجنة أنه لابد من عدم إغراق لجنة الفرز بعدد كبير من الترشحات، وبالتالي قلنا لابد من نوع من حصر العدد يكون في بعض القطاعات اللي ارتأت اللجنة أنها من الضروري أن تتواجد داخل هذه الهيئة،
ولو أنه توجه بعض النقد لهذا المشروع، وسمعنا بعض الاتهامات للجنة أنه هناك إقصاء ممنهج لبعض القطاعات مثل عود الإشهاد مثلا. نقول أنه هذا ما كانش حاضر، وهم أعضاء اللجنة الكل موجودين، ما كانش حاضر في ذهننا إقصاء أي شخص، بل على العكس أكدنا وحاولنا أن نبحث على النجاعة في العمل داخل هذه الهيئة، خاصة إذا علمنا أنه في بعض الدول هناك بعض الهيئات اللي هي متكونة بالأساس من قضاة أو من أصحاب اختصاص قضائي. بالنسبة لما ينسب للمشروع من تحاصص حزبي ربما في اعتماد النسبية، أقول أنه هذا أيضا كان محل نقاش، وليس هناك أي كما قال أحد النواب أنه ربما انحياز. النقاش هذا كان بالنسبة للاعتماد التمثيلية النسبية داخل اللجنة، كان محل توافق أيضا ما عدا بعض الأعضاء، لأنه لما اعتمدنا التمثيلية النسبية اعتمدنا معها أيضا أغلبية مشددة وأغلبية معززة، وهذا ما كان مطلوب من تقريبا المجتمع المدني ومنظمات عالمية دولية. اعتمدنا نسبة 3/4 دون أن ننزل بهذه الأغلبية وعلى دورات متتالية، بذلك نفرض على هذه اللجنة أن تتوصل بالتأكيد إلى التوافق، ولن تصل إلى التوافق إلى نزلت بالأغلبية، وطالما هي أغلبية مشددة فأنه بالتأكيد أن أعضاء اللجنة سيتوافقون حول الأعضاء الذين سيرشحون للجلسة العامة. فقط لأنهي بالنسبة للشروط المتعلقة بإقصاء التجمعيين، نقول كذلك أنه هناك شبه إجماع داخل اللجنة على إقصاء هذه الفئة، وهذا ما هوش عقوبة جماعية كما يقال، بل ما أثير داخل اللجنة وكان وجيها حسب رأيي، وتصور أنه يشاطروني في ذلك معظم أعضاء المجلس، هو أنه من شارك في تزوير الانتخابات لطيلة أكثر من عقدين فأنه لا يمكن أن يؤتمن على انتخابات ديمقراطية أو تعددية أو انتخابات نزيهة. لن نستأمن الانتخابات تحت بين أيدي أطراف أو أذيال التجمع المنحل. فقد شبهته السيدة سامية أنه الناس سرقت إرادة الشعب، هؤلاء سرقوا إرادة الشعب ولا يمكن أن نستأمنهم على إرادتهم في المستقبل. نقول أنه راهو جميع المقترحات جميع الرؤى كانت مطروحة على اللجنة، سعينا أكثر ما يمكن من التوافق، شركنا المجتمع المدني، شركنا الخبراء، وإن شاء الله نشركوا السادة النواب داخل هذه القبة لنرتقي بهذا المشروع. وشكرا لكم. شكرا لك سيدة رئيسة اللجنة. ظن هنا بعد ما سمعنا النقاش العام وتفاعل رئيسة اللجنة، وإن شاء الله باش نمروا للمرحلة الأخرى، يجب أن نصوت على هذا النقاش العام. تسمحوا السادة والسيدات النواب قبل كل شيء نتحقق من العدد من وجود معناتها النصاب، فتفضلوا سجلوا وجودكم. تفضلوا. حضوري، احنا قاعدين نسجلوا في الحضور توا باش نتحقق من وجود النصاب. تفضلوا. ما زلنا بصدد تسجيل الحضور. إذن ما زلنا نسجل في حضورنا السادة النواب، وأنا باش نمر بعد ذلك للتصويت. تفضلوا
بعض الدقائق. تفضل. هو حر وهي حرة تتحفظ عما تشاء يعني. إذن انتهى التصويت على الحضور بعد ما تأكدنا من وجود أكثر من ثلثين حاضرين، فنمر الآن. إذن انتهى التصويت على الحضور وبعد ما تأكدنا من وجود النصاب بل أكثر، نمر إلى التصويت على النقاش العام لكي يسمح لنا المرور إلى النقاش فصلا فصلا. اتفضل سي نصري، شنو المشكلة وأي فصل يا سي نصري؟ تصويت هبوا نفهموها عليه. سنصوت على النقاش العام يعني لنمر إلى النقاش فصلا فصلا كما تعودنا دائما، هذا المعظم المعمول به في هذا المجلس. تفضل سي حبيب. سيد رئيس، لعل الحديث عن تصويت عن النقاش العام يدخل لبسا هذا التصويت. هو بالضبط هل ننتقل للمناقشة فصلا فصلا أم يتم إرجاع العمل إلى اللجنة؟ يعني إذا قبلنا هذا معناه أننا سننتقل بموجب الفصل 90 فصلا فصلا. نعم، بارك الله فيك، ذكرتني وهذا الفصل قدامي. إذن نمر ل وقد أنهينا النقاش العام للتصويت، إما المرور إلى النقاش فصلا فصلا أو إرجاع النظر أو إرجاع المشروع إلى اللجنة، ونحن نأمل أن نمر إلى التصويت فصلا فصلا وذلك بموجب الفصل 90. اتفضلوا السادة والسيدات النواب، يبتدأ التصويت بموجب الفصل 90. موجب الفصل 90، أرجع للفصل 90 سيد الكريم، للمرور إلى النقاش فصلا فصلا. تفضلوا، ابتدأ التصويت. انتهى التصويت وبالموافقة على المرور إلى النقاش فصلا فصلا. هنا نحب نقول لكم السادة، من فضلك نحب نقول للسادة والسيدات النواب كم وهذا قلت في أول الجلسة لكن نذكره اللي ما كانوش حاضرين، وصلنا عدد كبير من التنقيحات لكل الفصول، ولكي نتناولها بطريقة منهجية فنوفي النائب حقه أو نوفي النائب حقه في أنه اقتراحه يلقى اهتمام اللجنة فتسجله تبوبه تشوف يندرى هو متلائم هو ومقترح واحد آخر، هل هو شكلي أم مضموني، لازمنا نعطيه للجنة الوقت الكافي للعمل. لذلك سنمر للنقاش فصلا فصلا ابتداء من حصة الغد إن شاء الله التي ستبتدئ الساعة 3:00. هنا باش تكون المسألة واضحة، وهكذا دواليك يعني باش نعطيه للجنة كل ما احتاجت أنها الوقت باش تبوب هذه التنقيحات وترتبها، نعطيها الوقت الكافي لأن القانون مهم ويجب أن كل مرحلة فيه تاخذ حظها. ثم هذا ما يعنيش ان اليوم باش ننهيه هنا ونرفع الجلسة، لانه ما زالت عندنا نقاط اخرى في جدول الاعمال. كما قلت لكم من اول الجلسة، نحن لنا طلب تكوين لجنة تحقيق خاصة يعني بالاحداث التي تمت يوم تظاهر ضد السفارة الامريكية، وقد قدمت لنا من طرف السيد النائب نجيب الحسني يوم 4 أكتوبر، وتم إمضاءها على ب 77 نائب من طرف 77 نائب، والتصويت على إحداث هذه اللجنة أيضا يتم بموافقة نصف
النواب المسجلين، لذلك نمر إلى التصويت على إحداث هذه اللجنة التي وصلتنا من فضلك، التي وصل بموجب الفصل 73 والتي نعم بأغلبية الأعضاء التي وصلتنا بموجب الفصل 73. ثم نكمل نقول لكم شنو هي النقطة الأخرى وبعد ذلك سأعطي نقاط نظام. النقطة الأخرى في الجدول، وهنا نقول أغلق الآن باب قبول الطلب بموجب، وهو مقبليك بموجب فصل 89. جاءتني اليوم 10 طلبات مش شوية. نحب أن النواب، وهذا من دورهم أيضا اللي يروا أنه من مهمتهم الحديث عن ما هو يعني مستعجل ويجب الحديث عنه في الشأن العام، باش نعطيهم دقيقتين دقيقتين. فالرجاء فالرجاء يعني أنه ننضبط في هذا باش تكون أعمالنا كلنا نقوم بها. والآن قبل ما نمر للتصويت عندي بعض طلب نقاط نظام نظن سي هشام حسني، بعد ذلك سي نعمان الفهري والسيدة نادية شعبان. تفضل سي هشام حسني. الرجاء ما تتجاوز دقيقتين سي هشام. بالرجوع إلى أي فصل نقطة النظام؟ على أحداث هذه اللجنة. السيد الرئيس اليوم مطلوب منا باش نصوتوا على أحداث لجنة. هذه اللجنة لا ندري لا خلفية أحداثها ولا مهامها، كيف سنصوت على لجنة لا نعرفها، ما طلعناش عليها بالكل. كان على الأقل المفروض مدنا بخلفية أحداث هذه، أسباب أحداث هذه اللجنة ومهامها، ثم مناقشتها ثم التصويت عليها. ما نجموش نصوت على حاجة ما نعملش عندنا عليها حتى اطلاع. وشكرا سيدي. هنا نذكرك أن الفصل يقول إذا تمت تقديمها بموجب الفصل 73 وموافق عليها أكثر من ثلث النواب في المجلس نعديوها للتصويت للجلسة العامة، وهذا ما قمنا به وهذا ما علمناك. أي على إحداثها على إحداث نقرأ لك سي. هذه اللجنة من فضلكم هي لجنة تحقيق خاصة، وقد أخذ الكلمة السيد النائب الذي قدم هذا الطلب مع النواب وشرح يعني أسباب طلب هذه اللجنة ومهامها. أنا عندي ساعة الكل يطلب قبلك نقطة نظام. سي نعمان الفهري تفضل. شكرا سيدة الرئيسة. بلي نطلب من الأخيين ومنك أنت التريث في هذا القرار. علاش يا سيدي؟ على خاطر احنا عملنا لجنة تحقيق 9 فري عندها 6 شهور توا، ونظرا للي قاعدين نخدموا فيه وكذا وكذا ما قدمناش برشا وما عندناش لي مويان، والقانون نتاع الصلاحيات مازال ما عندناش وما الى ذلك. هذا الموضوع الاول. اذا مش نزيدوا كل ما تصير حاجه في البلاد نعملوا لجنة تحقيق، كان قرينا وقلنا باهي نعملوا لجنة تحقيق مش نعملوا لجنة اخرى ما تكونش ناجعة، وكان قلنا لا ما نعملوهاش ترسينا ما ناش مش حقه في الموضوع معناتها بالكل. ولذلك نطلب من الأخيين نتريثوا، خطر الاختيار اللي عنا هو 3 اختيارات. هل اللجنة 9 أفريل هي ولا غيرها تولي لجنة قارة الأحداث الأمنية؟ وقتها ننظر ونعطيها لمويان باش نجم تخدم، نعطيها الوسائل متاع الخدمة خاطر توا ما عندناش وسائل الخدمة. وإلا كل ما تصير حاجة نعملوا لجنة، وإلا كل ما تصير حاجة نتسائلوا الوزير وكهو. ولذلك أعتقد كونه من وجب نرجو الطلب من الأخ اللي قدم الطلب هذايا باش نتريثوا مع بعضنا ونتبحثوا في الموضوع باش حتى تكون لجنة تقدم الإضافة، مش نزيدوا كل ما تصير حاجة نعملوا لجنة، كل ما تصير حاجة نعملوا لجنة وما يصير حتى شيء. بارك الله فيك. سيدة نادية شعبان. حديش عايش. شكرا سيدة الرئيس. جزت كلمة على اللي قالوا نعمان تو، القضية مربوطة بالصلاحيات رأي خاصة عنا لجنة تحقيق بلا صلاحيات، كان نحبوا نعاودوا لجنة تحقيق بلا صلاحيات ما أنت نجموا نعملوا 50 هكاك مش نوصل. أنا التدخل متاعي ما كانش في هذا الإطار. أنا التدخل متاعي خص طلب جلسة مستعجلة في قضية الغاز الصخري لرئيس الوزراء ووزير الصناعة ووزيرة البيئة على جيل والتجأت للمباشر على جيل من نهار 28 سبتمبر طالما الجلسة
مستعجله مع رئيس التربيه قلتو ما جانيش دونك وما عندناش رد من المكتب على المطالب نتاعنا ولا الاسئله الشفهيه بالرغم اللي الوزراء حضرت وما جاوبونيش دونك ماذا بينا طلب مستعجل مع جلسه وفيك الجلسات قاعده تصير العشيه نجموا نبرمجوها الصبحيه والا تكون في اطار اللجنه المختصه اللقاء هذايا علي ثم اليوم معناتها تساؤلات كثيره حول الملف هذا وما فما حتى اطار قانوني بالنسبه للقطاع هذا بالنسبه كل ما هو معناتها لي كاربيرون نون كونفونسيونيل معناتها غير تقليديه ما فما حتى اطار قانوني لحد شيء ماذا بينا نعرفوا ونسالوا الوزير في اي اطار قاعد اليوم لكن انت تعرفي اجراءات طلب الجلسه المستعجله سيدتي الكريمه ثم هذا كتابي لكن حبيت زاده يكون في نكد على جيل كل مره ينساونا عندي السيده ساميه عبو من بعد تفضل فقط باش ندخل في مسألة معينة، سمعت إحداث لجنة قارة للتحقيق، باش نقول وهنا لا 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 يا سيدتي ماهيش قارة لا لا مش قارة لجنة دائمة، سمعت لا. مقترح مش أنت. مقترح لكن ايه. مش ليس هذا المقترح الذي لا لا سنصوت عليه لا لا نعرف لا نعرف، سمعت يعني التعقيب أنه لجنة يحبوا لجنة دائمة باش نقول هذا يتعارض مع اختصاص القضاء، ما نجموش نعملوا لجنة دائمة للتحقيق، نعملوا لجنة مؤقتة في موضوع معين في مسألة محددة باش ما ندخلوش في تعارض مع اختصاص القضاء، هذه الأولى. ثانية اللجنة نتاع التحقيق 9 أفريل اللي هي لتوا ما كملتش، راهو تجربة لأول مرة تصير في تاريخ تونس. نحب نقول اللي بالعكس اللجنة هذية باش تسرع أكثر باش تاخذ اللي احنا تعطلنا فيه والمشاكل اللي تعرضنا لها والصعوبات اللي تعرضنا لها هي باش تجاوزها ما عادش تقعد عندها بالعكس هذه حاجة تزيد تدعمها اللجنة هذية اللي هي نعاود نقول أول تجربة صارت في تاريخ تونس. ثلاثة نحب السيد النائب المحترم نجيب حسني اللي هو قدم المشروع تقدم به واللي أمضوا فيه بعض متهجل النواب بما فيهم أنا نحب تعطيه فرصة باش هو يفهم شنو هي المهمة متاع اللجنة ذي شنو هو اختصاصها منش تتكون تعطيه فرصة باش يشرح الأسباب ومن بعد كان توافقنا ما توافقناش هذيك مسألة أخرى شكرا واضح. سياد الدهماني وفقط سأخذ كلمتين أخرين وبعد ذلك نرجع الكلمة نرجع لسي نجيب حسني اللي هو بتحب توضح المهام بتاع فقط ثم نمر بعد ذلك للتصويت لأنه أعتقد المسألة توضحت بما فيها الكفاية. تفضل سيد دهماني. شكرا سيدتي الرئيسة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحب قبل كل شيء نوضح مسألة أنه اليوم ضرورة إحداث مثل هذه اللجنة ظهر لي أمر متأكد لأهمية الحدث ولاستتباعاته على الوضع الداخلي وعلى علاقات تونس الخارجية. بقى احنا فما تخوف في علاقة باللي صار بلجنة 9 أفريل اللي فما إجراء يمكن ما قمناش به وكان يمكن يسهل الأمور. نحن نقترح أنه يتم تقديم لائحة مكتوبة تحدد صلاحيات اللجنة هذه وتحدد آلية العمل متاعها ويتم التصويت مش على قرار إحداث لجنة من عدمه لأنه نجم نكونوا متفقين على إحداث لجنة ومختلفين تمام الاختلاف في صلاحياتها وفي توقيتها وطريقة العمل متاعها وبالتالي المقترح متاعنا هو أن يتم تقديم مشروع لائحة لإحداث هذه اللجنة يوزع على النواب وتتم مناقشته والتصويت عليه حتى تكون المسألة واضحة أي صلاحيات لهذه اللجنة حتى تقوم بعملها. لكن هكا نقولوا بالكلمة نعملوا لجنة للتحقيق في أحداث كذا دون أن تكون لعنا لا صلاحيات للآليات راهي ستكون مثل سابقتها اللجنة ستغرق في القضايا المنهجية ولن تقوم بأداء دورها. وشكرا. واضح. سيب وعلق بسم الله الرحمن الرحيم. في نفس التمشي هذا يعني نحن اللجنة 9 أفريل مش بعيد علينا وكنت حاضر في وقت جانا سيد وزير الداخلية وكان كلام واضح هذه اللجنة ما عندهاش صلاحيات. لما أن اقترح أولا في اللجنة 9 أفريل اللي ما زالت موجودة توا لما توسع لها في صلاحياتها وتكون عندها صلاحيات أنك للنفاذ للمعلومة لأنه سيد وزير الداخلية كان كلام واضح قال لنا من الجم ثم أمور ما نجمش نحكي فيها. لما تحدوا لي شنو الصلاحيات نتاع اللجنة نتاعكم وشنو اللي أنا مقول باش نحكي فيه وقتها تو نتعاون معاكم. أنا نتفهم
التماشي بتاع سيد وزير الداخلية، وممكن يكون عنده الحق 90% عنده الحق، لأنه هذا المجلس ظلم نفسه. فنقول لما نحدوا صلاحية واسعة لمثل هذه اللجان، وقتها أنا نكون من الناس مش نصوت في إحداث لجان كما هذه. لكن أن نحثوا لجنة بدون صلاحيات فهي إضاعة الوقت للنواب، ويكون عملنا مركز للشغل على الدستور وعلى القضايا الهامة أهم بكثير من أنه نضيع وقتنا في لجان لما توصل حتى نتيجة. وما لجنة 9 أفريل ما هيش بعيد علينا، لشنو وصلت لجنة 9 أفريل؟ ما وصلت لحد شيء، لأنها مش قادرة، ما عندهاش الصلاحيات بس توصل لحد شيء. ما هوش تقصير من أعضاء اللجنة هذه ولا من رئيس اللجنة، إما الصلاحيات بتاع هذه اللجنة صغيرة وصغيرة جدا. فما الداعي لأحداث مثل لجان أخرى بينما نحن نعرف الداء وينه؟ الداء هو في صلاحيات مثل هذه اللجان. لما نوسعوا في صلاحيات هذه اللجان أنا سأكون مع الناس مصوتين لأحداث هذه اللجنة. والشكر. ربما سأعطي فرصة لأخرى لأن الموضوع هو مهم جدا. إحنا عندنا تقريبا من هنا الوقت قبل ما أنت صلاة المغرب، وبعد ذلك نخصص الفترة الأخرى للنقاط 89. إذن سأسمح بعض الكلمات لكن الرجاء الاختصار، الرجاء السيدة هاجر عزيز ثم السيد محمد علي النصري وانت وسيد العذاري. تفضلي سيدة هاجر عزيز باختصار الرجاء، وسنجيب باش نرجع لك الواحد. شكرا سيدة رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا راى انه رئيس لجنه النظام الداخلي سيد رئيس، انا راى انه الاقتراح نتاع الاستاذ نجيب حسني راه وجيه، باعتبار وان كل لجنه التحقيق هي تتخلق باش تبحث في معناها امور معينه او في قضيه ما، ثم بانتهاء القضيه هذه تحل هذه اللجنه. هذا القانون الداخلي ايش يقول؟ اذا انا ما نراش انه علاش انه ما تتخلقش لجنه اخرى في احداث اخرى. وشكرا سيد رئيس. طيب شكرا. سي سليم عبد السلام ثم نرجع والرجاء الإجازة باش الناس كل تكلم. نعم. شكرا سيد الرئيس، حاجتين على الموضوع هذا. أول نقطة اللي ما توزعت علينا حتى وثيقة كتابية باش علق، وهذا أقل ما نجمو نطلبوه باش نخدمو على الموضوع هذا باش نصوتوا عليه، معناها يكون فما وثيقة كتابية باش يفسر لنا زميلنا المقترح نتاعو. أنا شخصيا صححت على المقترح هذا. علاش؟ صححت عليه باش تثيروا الحوار في القاعة هذه على الموضوع الأمني بصفة عامة. تذكروا بالمجد معناه كان مش نعملوا لجنة خاصة على كل حادث، معناه فما برشا أحداث، معناه كان نشوفوا شنو صار في 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 دوار هيشر في آخر الأسبوع هذا، معناه هذا يبرر زيادة تكوين لجنة أمنية، لجنة خاصة على الأحداث هذه. معناه الحل هو أنا طلب تأجيل النظر على الموضوع هذا، على اولا خاطر ما توزعت الناش وثيقه كتابيه، وثانيا خاطر كان ما نجموش نعملوا لجنه على كل موضوع. نطلب تاجيل النظر، ونطلب اللي يكون فما حوار حقيقي بين النواب وبين الكتل لاحداث لجنه امنيه على كل المسائل الامنيه. وشكرا. واضح. سي محمد علي النصر بايجاز الرجاء. شكرا سيد رئيس. في نفس الاطار انا صححت في العريضة هذه، لكن بعد مرور الوقت وبعد ما التحقيق تقدم في المسألة هذه، الإشكالية المطروحة هي أن هذه اللجان الخاصة الصلاحيات نتاعها ناقصة. أنا أطلب وأن لجنة نظام الداخلي تعطي صلاحيات، تنقح نظام الداخلي تعطي صلاحيات لهذه اللجان باش تكون اللجنة اللي مش تتكون تقوم بدورها على أتم وجه، مثل باش ما نوصلوش ست بعد مدة طويلة كما وقعت في أحداث صابري. وشكرا. بارك الله فيك. سيدي زياد العذاري. كي نوجزوا الناس كل نظن كل حد ينجم يعبر عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. نقول أنه الاقتراح فيه كثير من الوجاهة. نشكر زميلنا سينجيب على الاقتراح، لأنه بالفعل الأحداث اللي تمت السفارة هي أحداث خطيرة، وكانت معناها مثلت قلق ومصدر إزعاج للكثير من داخل المجلس وخارج. بس نحب نقول وأنه بوصف اللي احنا نشتغل مع الأخيين في لجنة التحقيق بتاع أحداث 9 أفريل، نحن اقترحنا وعنا مشروع لضبط قانون إن شاء الله أنتم تعاونونا فيه من حيث المكتب باش نستعجلوا
يعني المصادق عليه واللي هو يضبط صلاحيات لجنة التحقيق. لأنه احنا كيف اشتغلنا في لجنة التحقيق وهذا ربما كثير من المتابعين والرأي العام مش فاهم الموضوع وقعد يلوم علينا في اللجنة برغم انه نحن برغم التزاماتنا الكثيرة داخل المجلس ومشاغلنا وخاصة قضية الدستور واستحقاق الدستور اللي حابين نقدمه فيه في 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 اقرب وقت ممكن، لقينا رواحنا معناها مقيدين شوية من حيث الآليات القانونية اللي تسمح لنا بتفعيل الدور التحقيقي والاستقصائي متاع اللجنة هذه اللي هي مذكورة في النظام الداخلي، ولكن بدون يعني تدقيق في الآليات القانونية تسمح لها باش تقوم بالمهمة متاعها. ولذلك احنا في الإطار هذا قدمنا المقترح وإن شاء الله نطلب منكم مرة أخرى ربما نتحدثوا فيها خارج الجلسة هذه كيف نسرع بالمصادقة على يعني قانون اللي يضبط الآليات القانونية اللي تسمح بتفعيل الدور التحقيقي لأي لجنة تحقيق. إذا كان وصلنا وصدقنا على النص هذايا تكون كل المبادرات اللي تتم في إطار المعقول وطبيعة الحال وإطار الوقت اللي يسمح لنا والتزاماتنا داخل المجلس علاش لا نجموا نمشيو فيه. شكرا سيد ليلي. سي محمد التارتيلي ولا باش نرجع اللي طلبوا كلهم باش يتكلموا لكن كما أوجزوا فقط الرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رغم أني وافق الأستاذ نجيب حسني على المقترح متاعه لأنه هذه اللجنة هي من الأهمية بمكان، إلا أنه يعني نحب نلاحظ أنه أنا شاركت في لجنة التحقيق 9 أفريل وتبين أنه يعني المهام متاعها صعبة جدا ويعني لحد الآن النتائج يعني محدودة جدا، فأرى أنه التريث قليلا ويكون النقاش في إطار مضيق مثلا بين رؤساء الكتل يشوفوا شنية الصيغة الأنسب، هل نقوم أو ننشئ لجنة دائمة أو نرجع إلى لجنة 9 أفريل أو نعمل لجنة خاصة للتحقيق في 9 أفريل. ثم عندي ملاحظة ثانية هامة، ما ننسوش أنه حاليا هناك ملفات بيد القضاء، يعني هناك التحقيق جاري ونخشى أن يقع تداخل أو مشاكل بين تحقيق اللجنة اللي هي تابعة المجلس التأسيسي وبين يعني السلطة القضائية اللي هي قائمة بالمهام متاعها، وأنا في رأيي نتريث ثم نؤجل التصويت وشكرا. بارك الله فيك. عندك السي الخلولي وبعد ذلك باش نعطي الكلمة للسيد هيثم بالقاسم اللي هو رئيس لجنة النظام الداخلي وبذلك نرجع للسي نجيب. أعتقد الموضوع استوفى حظه من الأخش. لا مش مثل تعيات يا سي. طيب سي الخلولي تفضل. بعد إذنك سيد الرئيس، أنا هالمشروع هذا هو الحقيقة مشروع تبناه الأستاذ محمد نجيب حسني وهو مقدم من قبل كتلة الحرية والكرامة والحقيقة احنا يظهر أنه فقدنا كل الثقة في مثل هذه اللجان، والظاهر أنه مسألة الثقة هذه تفقدت تخلينا أنه نحكم عليها كل لجنة ربما نفكروا فيها باش نحكم عليها بالفشل قبل حتى أن تبدأ عملها. واليوم هذا اللي سمعته، احنا نحب نميزوا بين أنه لجنة التحقيق هذه التي اقترحناها هي لجنة خصوصية وهي لجنة تختلف عن لجنة أحداث 9 أفريل وتختلف عن اللجان الأخرى. المسائل الإجرائية والقانونية كلها استوفت حظها، وقع إمضاؤها من قبل العدد الكذا وقدمت إلى مكتب المجلس، ومكتب المجلس ونظر في هذا الموضوع وقرر أنه يعرضها على الجلسة العامة، وأنا أرى أنه لابد أن نسرع في التصويت على هذه المسألة حتى نتقدم. ما شكرا سي محمد، أرجوك بعجالة سي محمد الطاهر لأنه تقريبا كل ما يقال قيل. تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، أنا أحترم المبادرة اللي قام بها سي نجيب حسني، ولو أنا ماذا بي المبادرة دي تكون في إطار عام وهو أحداث لجنة تعنى بالدفاع والأمن، واللجنة دي تكون قارة لأن عنا غياب وأنا ضبابية في الدور للمؤسسة العسكرية وغياب التشريعات وكذلك الأمنية، ماذا بينا نعالجها في إطار المجلس الوطني التأسيسي. وهذه كان من المفروض من أول نهار نحن انعقدنا فيه كانت لازم تكون هناك لجنة قارة خاصة بالأمن والدفاع.
وهل اللجنة المطلوبة توك تنجم تدخل في هذا الإطار؟ وشكرا. رأيك واضح. إذن نظن هنا فقط إحنا بش ننهيو نرجع للسيد رئيس لجنة النظام الداخلي ثم الحقيقة لهم طلبوا أيضا. شنية تفضلي. مصدح 184. بسم الله الرحمن الرحيم. والله حبيت أن نجلب انتباه سيادتك لحاجة صارت تو في المجلس. شنو لله؟ وهي عون إداري يسمح لنفسه بأن يجلس حذو أحد النواب ويأخذ راحته بكل أريحية يعني، وإحنا من بكري نتفرج شكون هذايا شكون هذايا وجلس معانا ويتابع معانا إلى آخره. فما إذا به يعني توجه له نائب النواب قال أخوي أنت شكون؟ قال أنا من الإدارة وجايب للسيدة النائبة يعني تقرير مش تشوفه. لا مو جاب لها وخرج ولا نادى هالبر، يعني جالس واخذ راحته. سنأخذ الإجراء اللازم بعد. سنأخذ الإجراء اللازم. تفضل سي هيثم بالقاسم. الرجاء هنا راهو لا باش بعد ذلك سأنهي هذا النقاش ما نجمش. تفضل سي هيثم وبعد ذلك سي نجيب الحسني ونمر إلى ما يجب أن نمر إليه. تفضل سي نجيب. سي هيثم من ناحية المبدأ بربي نسمع بعضنا لأنه أسئلة مهمة ثارت، والسيد هيثم بالقاسمي هو رئيس لجنة النظام الداخلي عنده ما يبين لنا. به أخوتي النواب من ناحية المبدأ ما فهم حتى مشكل في إحداث لجان خاصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وكلما ارتأى. دعونا نتكلم ولا نتكلمش؟ اسمعوني خلنا نحكي لطفا الزملاء والزميلات لطفا نستمع. هناك من يتكلم الرجاء يا سيدي بربي، يعني أبسط الأشياء القواعد هي هذه أن نسمع. هذه المسألة اللي أثيرت راهي على غاية من الأهمية، تسمح لنا باش نأسسوا الطريقة عمله منهجية في المجلس. تفضل سي هيثم. بالضبط هذا الشيء حبيت نقول. قلت من ناحية المبدأ فما حتى مشكل في إنشاء أي لجنة وإحداث أي لجنة كلما ارتأى النواب ذلك وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، هذا متفهمين فيه. ابقى صلاحيات هذه اللجنه وما الى ذلك، نحن اليوم في مرحله تاسيسيه عمرها ما عملنا قبل لجان داخل المجالس النيابيه. دونك هذه اول فكره اول مره. فما عباد مرست في لجنه 9 افريل، العباد هذوما النواب نتاعنا اذا كان يجيو يعطيونا تقييم، ما نحن نعمل اوديت نتاعنا انترن، يعطيونا تقييم نتاعهم ما هو جدوى هذا العمل، هل هما يراو انه نجموا نكملوا نواصلوا ما نجموش، ما هي الصلاحيات اللي هما يطلبوها. عندنا نحضروا ملف هذايا وناس كل نتفاهم بعضنا، نعطيهم الصلاحيات نحطوهم نضمنوهم داخل النظام الداخلي وقتها نجم نحكيو على احداث لجان. اما توا يظهر لي كان نستناو شويه حتى جمع من زمان يجينا الرابور تاع الاوديت نتاع انترن نتاعنا ونجم نخدموا عليه. وشكرا. اذا سي نجيب الحقيقه هي يعني ما اود ان اقوله، طلبكم وطلب 77 نائب راه مستوفي الشروط، جاءنا للمجلس كما ينبغي أن يأتي في الشكل الذي ينبغي أن يأتي في أيضا مع يعني شرح لهذه يعني موجبات علاش هاللجنة هذه. إذا من مفروض توا وحسب قانوننا الداخلي نمر للتصويت على هذه اللجنة بأغلبية الحاضرين، لكن أعتقد الحاضرين نعم الأعضاء الحاضرين أعضاء المجلس نعم عفوا أعضاء المجلس. هنا اللي نحب نقوله لك سيد الكريم إنه النقاط اللي تثارت هي أيضا على غاية من الأهمية، فماذا بينا نسمع ردك لأن الغاية يعني منهجت وكذلك نجاعة عملنا. سي نجيب تفضل. سيد الرئيس زملائي الكرام، أنا نحب نلاحظ حاجة. أول حاجة ما قيل في مجمله هو قفز على واقع النظام الداخلي. احنا عملنا نظام داخلي مش نحترموه على ما هو عليه، في نقائص مش ندركوها عند تدركها نحكو بعد على الوضعيات السباقية اللي قالوا الزملاء. فنحن نسير الآن وفق ما هو عليه نظام الداخلي. نظام الداخلي يجيز لثلث أعضاء المجلس أن يتقدموا بطلب تكوين لجنة خاصة للتحقيق في القضايا الهامة. بالتالي كما يقول مثل عربي دعها حتى تقع. انت تو تحب تحكي في النظام الداخلي وخلنا ننتظره كما قال خويا هيثم، نستسمحوا نهارك اللي نعمله ونصيغه
تغييرات قانونية تشريعية نحن لنا نظام داخلي نتقيد به. اثنين، نحب نستسمحكم في حاجة خارج الضوابط القانونية. شعبنا تعرض إلى هزة عنيفة، تصدقوني، وذا لا يجب أن أذكره للأمانة. لولا أمريكان هزوا فليجاتهم وخرجوا من تونس، تصدقوني كل سفارات كانت سكر. راي حادثة كانت مخالفة للأعراف الدولية منذ عهد عاد في وجوب حماية وحرمة وحصانة السفير والرسول والبعثة الدبلوماسية. الفصل 22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية قاضي بأن تتمتع مباني البعثة بالحرمة، وعلى الدولة المعتمدة لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام الأضرار بمباني البعثات وبصيانة أمنها من الاضطراب أو من الحط من كرامتها. وقت نحن كمجلس تأسيسي نقرر اليوم تكوين لجنة خاصة في الاعتداء على أحداث السفارة وفي التحقيق كذلك في الأرواح التونسية التي أزهقت يومها وتحديد المسؤوليات فيها، رأي إشارة ستكون إشارة حضارية للشعوب أن نحن الشعب المتقدم، وأنه هذا ما نقبلوش، وما نقبلوش أنه أي سفارة أو أي بعثة دبلوماسية يعتدى عليها في بلادنا. فهي إشارة منكم بتكوين هذه اللجنة في حد ذاتها، قراركم في تكوين اللجنة سيكون له إشارة حضارية. لا يمكن إلا أن تشرف شعبنا. اثنين، قد تكون كذلك استجابة للنفوس معناها الحزينة التي معناها توفي أبناؤها في تلك الحادثة وتحديد مسؤوليات قتلهم على شكون. بالتالي رأي مش تكون إشارة حضارية تكوينكم في حد ذاته للجنة. اثنين، نحب نلفت نظر الزملاء الكرام، لكان فشلنا في لجنة 9 أفريل وما مشتش الأمور كما ينبغي، هي بداية شوط قد يسعفنا الحظ في لجنة متاع التحقيق هذه اللي مش نكونها، فنستفيد من الأخطاء متاع لجنة 9 أفريل. أول استفادة مش تصير أنها لجنة 9 أفريل تكونت مؤخرا برش، وهذه تكونت في زمن قريب ما من الحادثة، وهي اللجان البرلمانية في التحقيق هي لجان تستند إلى قدرة أصحاب اللجنة في الاستقراء وفي مراقبة السلطة التنفيذية وفي مساءلتها بقدر قوة رجالها بقدر تقدمها في التحقيق. نأكد لكم رأي بلادنا خذت رجة كبيرة ومنعنا منها هوكش حكاية هذه متاع الاعتداء السفارة الأمريكية. أن نحن كي نكونوا لجنة رأي ستكون إشارة حضارية لكل البعثات الدبلوماسية أنه شعب متحضر يحقق في أي اعتداء بعثة دبلوماسية. إذن اللي نحب نقوله الآن، نظن الموضوع أخذ حظه من الإيضاح، النقاط ثم كثير نقاط مهمة إن شاء الله كذلك في عمل لجنة النظام الداخلي تلقى حظها. أما الآن وبموجب الفصل 73 وبما أنه السيد النائب نظن اللي تقدم بهذا الطلب والواحد أن الأمور بحسب احترام النظام الداخلي نمر على التصويت على إقامة هذه اللجنة. لا، نمر إلى التصويت. التصويت الآن، نمر إلى التصويت. الرجاء، لجنة التحقيق، لجنة الخاصة للتحقيق في أحداث الاعتداء على السفارة الأمريكية، نمر إلى التصويت. تفضلوا السادة والسيدات النواب، نحن نصوت. ابتدأ التصويت. هاني نحسب فيه 30 ثانية. تفضلوا صوتوا. التصويت ما زال مستمر. انتهى التصويت. لا لا، قلت من قبلك انتهى. لا لا، قلت انتهى التصويت. لما انتهى التصويت كان الأصوات 97. إذا عفوا،
اي هذا اللي حبيت نقول لكم، لكن انا ثم وقت متاع تصويت. إذن لم ترقى يعني الأصوات التي مع هذا مع إحداث هذه اللجنة إلى 109 وهو يعني نصف أعضاء. نعم لم، لا هذا بعد بعد الوقت. أي انتهى التصويت ولم تحصل هذه اللجنة على الأغلبية المطلوبة، انتهى التصويت. إذن ترفع الجلسة الآن على أن نعود بعد صلاة المغرب فقط لنقاط 89، عندنا 10 نقاط دقيقتين في النقطة. الرجاء ما تتخلفوش الساعة 5:25، الساعة 6:00 أرجع هنا.